وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من عدن صالح بامقهشم المحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد صالح في هذه النشرة. عاد تنظيم القاعدة الإرهابية من جديد من بوابة شبوة باستهداف عدد من جنود دفاع شبوة. ما الهدف من استراتيجية تنظيم القاعدة من استهدافها لجنود دفاع شبوة، وأيضا لماذا استهداف الجنوب بشكل عام؟ شكرا جزيلا. أولا خالص العزاء والمواساة للشهداء الذين سقطوا بالأمس، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. بتصوري أن تنظيم القاعدة يتغذى على الانكشاف الأمني الواضح والصريح الذي يحدث في هذه الآونة في محافظة شبوة، حالة من الهزالة والضعف الشديدين. قوات دفاع شبوة حتى الآن لا زالت يعني ضعيفة في مسألة التسليح والتأهيل والتدريب، وضعيفة في مواجهة مثل هذه التنظيمات الإرهابية. هذا الحادثة الرابعة خلال ظرف قصير تحصل بمحافظة شبوة، في تصوري أن لها أيضا توظيفات سياسية تتعلق بحالة عدم رضا من تشكيل المجلس القيادة الرئاسي الذي جاء وفقا للمشاورات الرياض، لكن مساحة تجلي هذا الغضب ضد هذا المسار السياسي الجديد ظهر في محافظة شبوة. تنظيم القاعدة يحاول العودة أو أثبات وجوده في شبوة، هو تنظيم هلامي كالماء لا يستطيع أحد الإمساك به أو معرفة المصادر، لكن يمكن تكون بشكل صريح على الأطراف التي تقوم بتغذيته ودعمه، وأيضا تغذية توجهاته عادة تكون نحو المحافظات الجنوبية. تنظيم القاعدة ربما حظي بنوع من الحاضنة الاجتماعية بسبب العنوان الطائفي للحرب الذي رفعته ميليشيات الحوثي، سمح هذا بانغماس التنظيم داخل بنية المقاومة الجنوبية، ولكن في خلال فترة قصيرة فيما بعد هناك حالة من الرفض المجتمعي والشعبي لوجود هذا التنظيم، وحالة من الحصار تعرض لها. اليوم ترك تنظيم القاعدة الذي كان يدعي أنه يقاتل في البيضاء ويقاتل في مأرب، ترك ميليشيات الحوثي وعاد لاستهداف شبوة واستهداف أبناء الجنوب. بالحديث عن التبريرات الأمنية التي ظهرت، عادة السردية الأمنية لا تتجاوز أحد شيئين: أولا ما يطلبه المستمعون من ناحية أننا سنتصدى لهذه التنظيمات وأننا سيتم ردع كل من تسول نفسه إلى آخره، وثانيا ألقاء اللائمة على الآخرين من دون أن تكلف الأجهزة الأمنية نفسها إيجاد حلول حقيقية ومن دون أن تطوير استراتيجية حقيقية لمواجهة هذه التحديات التي تواجه محافظة شبوة، والتي ستكون لها تداعيات خطيرة ومآلات كبيرة. في تصوري أن اللزوجة السياسية أيضا التي والبطء الذي يعمل وفقها المجلس القيادي الرئاسي تسبب بشكل أو بآخر في توسع مثل هذه العمليات وفي انتشار مثل هذه الجماعات الإرهابية، وما حدث كان مجزرة رهيبة وحقيقية، وأعتقد أنه لابد من تطوير استراتيجية حقيقية. ولا يكتفي صانع القرار بالحل الأمني، هناك حلول عديدة ومهمة أبرزها يعني انسيابية التنمية، التغيير الذي حدث في محافظة شبوة طيب. حتى الآن لا يوازي المسار التاريخي الخطير الذي تواجه المحافظة، والذي ينبغي أن تكون هناك إجراءات سريعة وعاجلة. سنعرج على الإجراءات وسنعرج على كما على هذه الحلول سيد صالح. طيب، ما مدى ارتباط تنظيم القاعدة في جنوب اليمن مع التنظيمات الأخرى مثل الحوثي والإخوان في عدم استقرار الجنوب من خلال هذه العملية؟ من ناحية فكرية وعقائدية لابد أن يمر الذي يصل إلى تنظيم القاعدة، هناك حالة من الداروينية السياسية، ينبغي الداروينية التنظيمية لابد أن يصل يبدأ بتجمع الأخوان بجماعة الأخوان المسلمين ثم يصل إلى تنظيم القاعدة. هناك أيضا تنسيق واضح مع ميليشيات الحوثي على اعتبار أن المصدر هو واحد وهو صنعاء مع الأسف الشديد، ويستهدف الجنوب مناطق الثروة والمناطق الاستراتيجية
الاستراتيجية المهمة، العداء للجنوب والمشروع الوطني هو الذي يجمع كل الأطراف، أيضا ارتباطه بمراكز قوى، هناك تلاقح سلبي حصل بين الأوليغارشيا العسكرية، القيادات العسكرية التي مارست التجارة والسلطة في نفس الوقت، تلاقح سلبي حصل أدى إلى حالة من التراخي وحالة من التواصل وحالة من التباطؤ في إيجاد الإجراءات الناجعة لردع مثل هذه الجماعات، وأيضا التواطؤ مع مثل هذه الجماعات المتطرفة أدى الأمر إلى ما شهدناه في المحافظة، أصبح المحافظة مسرح لكل الجماعات المسلحة، يعني ليس تنظيم القاعدة، جماعات مسلحة كثيرة من ضمنها جماعة تنظيم القاعدة الذي ينتمي للمرجعية الأساسية لفكرة الجهاد الإسلامي، لكن هناك جماعات كثيرة أحيانا تخبو وأحيانا تزدهر بحسب إيقاع المخرج وبحسب حركة بعض الأطراف السياسية. أعتقد أن هناك حلول سياسية ينبغي أن تتخذ، من ضمنها أن يقوم المجلس القيادي الرئاسي بالتسريع في الإجراءات الأمنية لحل مثل هذه الإشكاليات، ما لم فإن المحافظة تقع في خطر كبير. أيضا المحافظ يبذل جهود كبيرة، ولكن لا ننكر ان هناك تلاقح حقيقي واضح بين الفساد والارهاب. اليوم ما يحصل في محافظه شبوه، الطبقه الرئيسيه في المحافظه لا زالت كما هي، لا زالت نفس الاليات ونفس الافكار ونفس الفلسفه في الإدارة في المحافظة، هذا يؤخر إيجاد حلول ناجعة. أعتقد أن أيضا حلول إيجاد مكافحة الفقر، الفقراء الذين يتعرضون اليوم إلى حرب شرسة من قبل هذه الطبقات التي سيطرت على السلطة والثروة، أدى الوضع إلى ذهابهم إلى استقطابهم من قبل التنظيمات المتطرفة. لابد أن تكون هناك مساحة إجرائية واضحة بين السلطة كإرادة سياسية وبين المؤسسة كدور يلبي الحاجات اليومية. في نفس السياق سيد صالح، بما أنك تحدثت عن الحلول، كيف يمكن القضاء على ملف الإرهاب في الجنوب، وماذا يحتاج من آليات وأدوات حتى يتم القضاء عليه؟ أعتقد أن الحل الأمني واحد من الحلول، ولكنه ليس حل وحيد. ليس الحل النهائي أو الحل الجذري أو الحل الوحيد. الحل الأمني أعتقد أنه ينبغي تطوير آلية حقيقية من أجل مكافحة الإرهاب عبر تدريب وتأهيل قوات دفاع شبوة وجعلها أكثر تنظيما وأكثر فاعلية. أيضا الحلول الاجتماعية، حل المشاكل المجتمعية المستفحلة والتي أدت إلى أمراض الفقر والجهل وهي متوالية لها علاقة طردية. الفقر يؤدي إلى الجهل، الجهل يؤدي إلى التطرف والإرهاب واستقطابهم من قبل التنظيمات الإرهابية. الحلول السياسية أيضا كلما وصل يعني ما يتم الجهود التي تبذل في إيجاد حلول سياسية، أعتقد أنها توازي الجهود التي تبذل من أجل حلول أمنية. في كل الأحوال محافظة شبوة في خطر كبير، وهي محافظة استراتيجية مهمة، وينبغي أن يكون هناك اصطفاف حقيقي بين أبناء المحافظة وترك الصغائر والخلافات البسيطة بين مختلف القوى ومختلف الفرق السياسيين من أجل عبور هذه المنطقة الفترة الزمنية الحاسمة والتاريخية. نعم، كان معنا من عدن المحلل السياسي صالح بامقيشم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.